عندنا دردشة مطولة معاك بقى عن بإذن الدوريات الله. الأوروبية وبصفة خاصة طبعا الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي، بس خلينا نبتدي الأول بالقرعة، طيب قرعة يورو 2024. كيف رأيت هذه القرعة وأسفرت عن إيه وأصعب المجموعات إيه في رأيك؟ كالعادة قرعة بتبقى دايما متوازنة. اليورو احنا كلنا عارفين ان هو بيبقى 24 طبعا منتخب، ففكرة ان انت تتكلم في ان في منافسة قوية في مجموعة ما باستثناء يعني مجموعة واحدة بس في القرعة المرة دي بتبقى صعبة شوية، لان انت دايما بتتكلم ان الاول والتاني دايما بيتأهلوا، في اربعة من الست مجموعات كمان بيتأهلوا لدور ال 16، فغالبا اغلب الفرق القوية اللي هي الفرق المصنفة الاولى والتانية وجزء كمان من التصنيف الثالث بيتأهل للدور اللي جاي. شفنا في القرعه المره دي يعني في مجموعه قويه جدا جدا اللي هي كانت المجموعه الثانيه اللي هي فيها اسبانيا وكرواتيا كرواتيا وايطاليا وايطاليا بالظبط، ومعاهم البانيا. طبعا البانيا هتكون مظلومه جدا في قرعه زي دي. تحس ايه اللي جابك هنا؟ بالظبط هتتهرس يعني. طبعا في ثلاث منتخبات، طبعا كرواتيا كلنا عارفين حتى وان كانت نتائجها في اليورو دايما مش افضل حاجه، بس في كاس العالم يعني بنشوفها دايما في الدور قبل النهائي وبنشوفها في النهائي في اخر البطولات. اسبانيا طبعا وايطاليا طبعا من القوى العظمى في كره القدم في العالم كله، فدي دايما اشوفها ان هي مجموعه قويه. طبعا المجموعه الاولى كمان اللي فيها المانيا واسكتلندا مع المجر وسويسرا، مجموعه صاحب الارض غالبا بتبقى يعني هاديه شويه ما بتبقاش قويه. المانيا وسويسرا غالبا برضو ضامنين التاهل كاول وتاني من المجموعه، ربما نشوف منافسه من اسكتلندا والمجر، ربما نشوف حد منهم ضمن افضل اربع توالت ويتاهل للدور الثاني، بس اظن ده ممكن يكون صعب شويه مقارنه برضو بباقي المجموعات اللي احنا هنعرضها برضو دلوقتي. يعني مثلا برضو المجموعه الثالثه فيها انجلترا والدنمارك وصربيا وسلوفينيا، اكيد انجلترا والدنمارك برضو هيكونوا ضامنين التاهل بنسبه كبيره، ربما صربيا وفقا للعيبه اللي بتاعتها الجيل الحالي اللي موجود في الدوري الانجليزي جزء كبير منه في الدوري الانجليزي، ربما نشوف صربيا بتنافس على المركز الثاني مثلا تاخده من الدنمارك، وان كان برضو اشوفها يعني نسبتها لا تتعدى ال 25 30%، بس ممكن نشوف صربيا ضمن افضل توالت. برضو في المجموعه الرابعه في فرنسا والنمسا وهولندا، اكيد طبعا وفريق اللي هو الملحق اللي هيتاهل من الملحق اللي هو المسار رقم ايه، بس اكيد اكيد فرنسا وهولندا هم الابرز للصعود من المجموعه دي. النمسا وان كان برضو منتخب متطور في الفتره الاخيره وفي اخر السنين وعنده لعيبه بتلعب فيه انديه كبيره، لكن في النهايه هو يصنف من الجزء السفلي للتصنيف بي، مش ما نقدرش ان احنا نعتبره يعني منتخب قوي قوي، فوارد النمسا برضو تتأهل ضمن التوالد، بس برضو اكيد المركز الاول والثاني محسوم لفرنسا وهولندا. المجموعه الخامسه فيها بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا، طبعا بلجيكا تعتبر يعني شبه لوحدها في المجموعه دي. رومانيا في الفترة الأخيرة بتتطور، زي كلنا عارفين إن ابن جورج هاجي طبعا الأسطورة الرومانية الكبيرة موجود مع المنتخب ده، وهو اللي سجل لهم كمان يعني هدف التأهل أو ضمان التأهل لليورو، بس في النهاية برضه يظل مش المنتخب القوي مش المنتخب المرعب، هيكون معاهم الفريق المتأهل من الملحق رقم بي، بس في النهاية المنافسة يعني ما بين الملحق وسلوفاكيا ورومانيا هتكون في واحد بس منهم اللي هيتأهل في المركز الثاني، لكن بلجيكا طبعا بالأسامي الكبيرة اللي موجودة معاها هتكون على صدارة المجموعة. المجموعة السادسة والأخيرة طبعا فيها البرتغال والتشيك وتركيا والملحق رقم سي اللي هو هيتأهل من الملحق رقم سي، طبعا البرتغال بدون شك أكيد هتكون على صدارة المجموعة، هيكون في منافسة على المركز الثاني ما بين تركيا والتشيك. طيب المباراة الافتتاحية بقى توقعاتك برضو يعني شكلها هيبقى عامل ازاي؟ هتبقى تنافسية شديدة ولا احنا بنتكلم مباراة هتبقى خفيفة لسه بنفتتح بيها البطولة؟ لا اظن انها ممكن تكون مباراه سهله لالمانيا، اصل اسكتلندا برضو مظلومه مع المانيا يعني. طبعا انا مش عارفه ليه عامله كده، القرعه غريبه شويه. بس خلينا نحط في الاعتبار ان المانيا نتائجها برضو منتخب المانيا نتائجه في اخر خمس سنين مش افضل حاجه، بس اسكتلندا برضو بعيده جدا. بالظبط بالظبط، هي دي النقطه اللي ممكن ترجح كفه المانيا بالزبط. لكن لو هنبص على المانيا في المطلق وفي العموم في البطوله دي، خروج من الدور الاول في مونديال 11، خروج من الدور الاول في مونديال 22، كمان اليورو اللي فات خروج من دور ال 16 على ايد انجلترا، طبعا كلنا زي ما قلنا في البدايه ان احنا التاهل من دور المجموعات سهل، فكون المانيا تتاهل من دور المجموعات في دور ال 16 عادي، بس انها تخرج من دور ال 16 ده مش طبيعي. فاخر ثلاث بطولات يعني رسميه قويه شارك فيها منتخب المانيا ما كانش افضل حاجه.